السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحباب ديالنا، أي واحد كيرزق الله والله خصها الإنسان يتحرك. بلا شك العديد من المشاهدين ديالنا القدام كيعرفوا السي إدريس اللي كان كيبيع عندنا هنا الحوت، وكان كيجيب الخضار بعض المرات. كان عندهم سكن تريبورتور، من بعد باعوا ودار شركة هو واحد السيد، وشراو واحد الطوموبيل اللي على قد الحال اللي هي السيكانز، وداروا بها حادثة سير ما كملتش المدة ديال الشهر، والسي إدريس ولا بيطالي، ما بقى عنده لا تريبورتور ولا طوموبيل، وبقى مسكين عاطل على العمل. ومشى كيديباني يعني مرة في الرباط مرة في سلا كيخدم في داكشي ديال البني، ومسكين راه ما بقات عنده الصحة، هو راه مريض. هو اللي شافو مفورمي يقول هذا صحيح، ولكن هو مسكين مريض وما قادرش على الخدمه، رغم ذلك مشى كيكافح. الحباب ديالنا قررنا باش نديرو له مفاجاه وناخذ له تريبورتور ونشوفوا رده الفعل ديالو لما غادي يعرف بلي تريبورتور ديالو. السلام عليكم. ما كاينش خالد لا مازال مازال شويه غادي. وهنا الخوت حنا داخلين عند مول المحل، لكن ضروري ما نموهو السي إدريس، نقول له غادي ناخذ لك شي حاجه كبيره باش يديرها في الكروسه ديال طلب معاشو او لا تريبورتور. هذه غير تفاهمنا مع مول المحل، هنا نديروا راسنا بحال كنشريو شي حاجه ونتقداو، هذه كنتلفو. مع ثقيل تقيل بزاف. انت خويا إدريس دابا تقدينا داكشي اللي تقدينا، هيا غنمشيو دابا نمشيو نديو انا الطوموبيل عندي حمراء، ياك عندي شي حاجه غنديرها في الكوفر ما يهزليش داك البلاكار. نمشيو نشوفو شي مول الكروسه اللي واخا صافي صافي. دابا اللي شاف هاد الشيء هز شي يقول راه ثقيل ياك. دابا خويا شوف لي هز خويا وين نديو اوكي خايف نسي لا خايف خليك ها سولو تاكسي ديال دار العم ها تاكسي دار العم شو نديو الطاكسي ديال دار العمرة نمشيو ونشوف ويركب معاك السيد. انا غير معايا غير معاك السيد. ما يتبقى في الصالون. وفين هما الحوايج قلنا فاطمه باقا ندوزو عليهم لهاد الجهه. انت ركب ادريس انت واخا راه عندكم تعرف واحد القضيه، تا هو راه كان عنده تريبورتور. الله يستر. فهمتي كان عنده تريبورتور مسكين وباعو كيبيع الحوت هذه. ماشي مشكل تبان معنا ياك. لا لا ودي ماشي مشكل خضرات خضرات. المهم هو كان عنده وشرا مسكين باعو وقال السيكنز هذا السيكنز هو واحد صاحبه داروا كسيدة. فهمتي داروا كسيدة و يعني ما كملش الله عليهم في داروا كسيدة ودابا ومراته ندمت قالت لهم كسيدة ربي ما عرفش كتب له شي حاجة. هما اللي مداروا ما خلاوش يبيعوا ما خلاوش يبيعوا الموطور ما خلاوش يبيعوا. الوالدين ديما راه تيكونوا الوالدة قالت وقفت لي قالت لهم الدار قالت لي الموطور خبط وشي حاجة الموطور دبر بها على راسك الموطور دبر على راسك ما دبرتيش راسك تلقاو تدبر راسك في لايساج وسايس مع المخزن وانت غادي بشوي بشوي اللهم لك الحمد. هو كان كيبيع مزيان مسكين. والحمد لله الانسان دابا مش دابا تلقى دابا من شتي السيد بحال هكا شجع ما كره كان عندنا نزلو نزلو بان باقي نزل عاود عمي طلع سيد سيد معاك قلت له طرف كان عندنا لا حبيبي يا قريب شنو شنو دور سير شنو مسكين هذا السيد هذا هاد السيد هذا قلنا له زعما واش إدريس جربو وينزل بالزربه حتى هو طلع بالزربه ماشي بالعكس. انسان طيب الحمد لله. هو قال له ما كرهتش نزلو
باش يعطيك الموطور يقول لك الكبرى الكبرى صاحبي انت عطينا الصداع ديال الكوموبيلات ما درناش الميكرو غادي نركبو معاه ونسوقو حتى للتاكسيات ولكن المشكل ما تحتاجش الا غادي نديرها الكاسك ديالي عندك الكاسك ديالك ما عملت موجود غادي نمشي بالطريق مشتل لا غادي ندوزو لكن خاصنا نهبط بالباب ونسافرو غادي نمشيو حتى للجريده وكاين هاد الولد بغا يقول لك واحد سيدي شوف انا ما عندهم ما نقول لك هاد الناس هما اللي عندهم ما يقولوا لك هاد الناس سيدي الصباح جاو انا كنت مونطي في هاد الموطور وفي هاد اللحظه الخوت فاطمه بدات كتبكي إنا علاش الناس كلهم اللي دايرين بينا تما تيبكيو لما شافوا ادريس بديك الفرحه اللي طار بها تصدم لما عرف باللي التريبورتور ديالو الله ادريس بكيتينا اخويا الله يحفظك يا ما كاينش شويه هو اخي محمد باش تفرحني الله يجعل ربي يفرحك في حياتك الحمد لله الله يفرحك في حياتك وتنشكر هالناس اللي تعاونوا معايا منهم انت ومنهم هاد الناس كاملين اللي فرحتوني وفرحتوا الوليدات ديالي الله يرحمك الوالدين الله يجعل ربي يسركم ويسر جميع المسلمين أمة محمد الناس اللي تعاونوا معايا الله يجعل ربي يسر ليهم خير في خير خير في خير الله يجعل ربي يسهل عليك مبروك عليك هذه فرحة ان شاء الله قاسم ما عمر كنت نتظرها نهائيا هذا النهار اللي غادي تجي وفرحتوني الله يفرحكم وتنشكرها بزاف هذا النهار اليوم اللي كبير 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 ما نقول لك باش نوقف وباش ندار ما شاء الله الله يسر الله يسر قول لي الله يسر الامور نتمنى الله سبحانه وتعالى الدنيا هذه زاد الشعور ديالو مسكين والله الله لك يستحق لان ما كيخلي حتى قبيله من هذه المناطق عندنا غير المشكل اللي كان عنده هو مسكين هو ما كانش على من يهز السلعه يعني صعيب عليه وخدا مسكين واحد السياره مع واحد الشريك ديالو داروا بها اكسيدون هذه بدايه زوينه راه ربي ما كيسد باب تتكونوا بيبان ربما كانت هذيك اكسيدون في ديك السياره باش تفتح لك واحد الباب اخر جديد ان شاء الله معايا الله يجعل ربي يفرحهم كاملين امين الناس يضربوا معايا تماره سهروا معايا وكيما قلت لي نعس ما نعستيش وهذا ما نعست ليل كامل ما نعشت لنا انا فاطمه ليل كامل ما نعشت لنا انا فاطمه جيت عندك حتى للدار ياك جيت والمشكل التليفون ديالو ما خدامش كان صوني عليه ما خدامش التليفون وكان كان بغيت غير شي صاحب اخر مراته حتى هي ما عرفاش كيفاش تتواصل المهم اشنو درنا بقينا سهرانين الليل كامل كان صون عليه والو حتى الفجر الفجر ودن قبل الاذان باغي نمشي يلا كنتوضى باش نمشي نصلي عاد هو صون التليفون عاد وانا نفرح قلت له دريس ضروري تحضر جا مسكين شد التران وجا من سلا شكرا لهم بزاف
بكل صراحة فرحوا هاد السيد هذا، الله يفرحكم بدخول الجنة. كيساعدوا أي واحد كيشوفوه محتاج وكيستحق، إلا وكتكون عندهم واحد المبادرة في أسرع وقت. هذا الشيء اللي كاين، شكرا لكم بزاف، بارك الله فيكم والله ينوركم. بصحة وراحة دريس. كون في دوس الأعلى. أسيدي بصحتك وراحتك. دابا ربما غتنعس مرتاح. والله إلا ما واحد الفرحة ونعس مرتاح، ولكن تنشكرك 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 بزاف 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 بزاف. الله يودي هذا راه واجب، وسي محمد قال لي بلي هاد الشخص هذا عزيز عليا بزاف. جينا كيما بحكم سي محمد استاذ في المدرسه اللي عندنا في الدوار، وكيجي يدرس دائما تما كيحضر حدانا وكيشوفو كيكافح، قال لك هذا يستحق. والله شكرا لك انت سي محمد. لا لا مرحبا. الله يودي محمد، الله الا جن تيعجبنا الحال ان تساعد واحد الانسان يستحق، وان تعطيه واحد المساهمه لانها تخلي انه يبني حياته ويبني الاسره ديالو، هذه راه فضل كبير من عند الله. تشكر كل المساهمين وتتمنى لهم في ميزان الحسنات ان شاء الله. تحياتي ان شاء الله بحالك. مبروك. الله يحفظك. تحياتي. شكرا. الله يحفظكم. تفضل. بعيدة. هنا كنوصلوا للنهايه ديال لا فيديو. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وشكرا بزاف على التعليق ديالكم الزينه. الله يحفظكم والله يجازيكم بخير. كنقول لكم باللي الله كيرزق كل واحد، الانسان غير يتحرك. خليتكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كان معكم محمد حسكي من قناه حسكي تي في.